بنفسك انك راح تؤدي اداء كما تطمح الى دراسة تصل الى اعلى الدرجات والتفوق. سيد مشعل، سؤالي لكم يا ابنائي، كيف اكون متفائلا؟ ما الذي تعنيه لي انا كطالب موهبه؟ ما الذي يعني لي التفاؤل؟ انظر الى الجانب المشرق. احسنت. بدل ما اقول انه صعب وراح افشل، اتفائل اني انا راح انجح. والله كلامك جميل كجمل وجهك. اقول ان الجانب المملوك من الكاس، مثلا الحين انت مثلا عندك ماده ما تحبها، زي استاذ خالد عمر كان ما يحب الكيمياء، بس لما شاف الماده وتفائل انه راح يكون ممتاز فيها، الحين هو مدرس كيمياء. احسنت. هل الاستاذ خالد الان جلس يندب حظه وحط يده على خده الان وصار يتباكى انا لن افهم هذه الماده الان، ام انه حاول وحاول حتى ابدع؟ التفاؤل لم ينجح والحين هو مدرس. يا سلام، اذا التفاؤل طريق الى ايش؟ نجاح. التفاؤل طريق الى ايش؟ نجاح. ابغى اسمع صوت. التفاؤل طريق الى ايش؟ نجاح.